وما زلنا مع أخبار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، الذي ترأس اجتماع مجلس أمناء الجامعة في قاعة الاجتماعات بمبناها، حيث أعرب سموه عن ارتياحه لما شهدته الجامعة مؤخرا من تطور وازدهار، مثمنا الخطوات التي اتخذتها لتأكيد مكانتها. وأقر المجلس إنشاء مركز الخليج للدراسات الإنسانية والعلوم في الجامعة، كما أقر المجلس ميزانية الجامعة لعام 2014، كما وافق على ترقيات وعقود تجدد تلقائيا ل28 عضوا في هيئة التدريس.